السلام عليكم، ازيكم يا احلى اخوات؟ عاملين ايه النهارده؟ حابه تشاركوني بقى الغدا بتاعي ده وتشوفوا بقى معايا انا عامله الاكل ده ازاي. هو سهل ممتنع، يعني هو مش صعب خالص. يلا لا ندخل على المقادير بقى. هي مش مقادير بالظبط يعني، بس ايه الحاجه اللي هعملها. معايا بطه كده حلوه، ومعايا 3 بصلات زي ما انتم شايفين، ومعايا الملح والفلفل، ومعايا حله على النار فيها ميه، فيها طماطم، وهنحط فيها الملح والفلفل والبهارات اللي انت حباها، واحط فيها ايه البطه، واسيبها كده على النار تعيش حياتها. معايا هنا بقى 1 كيلو من الدقيق ده، بقى ايه الكسكسي، هعمل كسكسي معاكم النهارده. 1 كيلو من الدقيق، ومعلقه من الخميره حطيتها كده زي ما انتم شايفين على الميه، وادوبها، مش لازم تدوب قوي يعني. ومعايا معلقه كبيره من الزبده او السمنه الفلاحي حسب رغبتك انت، بس هو بيستحب ان انت تحطي سمنه فلاحي. وافضل انزل بقى بالميه واحده واحده كده على الدقيق، واخده من فوق لتحت كده، وبخفه يد افضل الف في الدقيق ده. شايفين انا حركه ايديا ازاي؟ حتى لو ميه زايده نزلت مني، فبحاول بسرعه كده اخد من فوق لتحت كده، واخلي الميه دي الدقيق كله يتشربها، بس مش لدرجة ان هو يكون عجين، انا عايزاه يبقى حبيبات. هو سهل خالص وعمايله سهلة جدا، وفي النتيجة بتاعته تحفة. عايزة اقولكوا ان الزبدة اللي معايا ديت لما احطها على الدقيق وافركها كده، فايدة الزبدة هنا ان هي بتدي ريحة حلوة قوي للكسكسي، وفي نفس الوقت بتدي تخلي كل حباية لوحدها كده ومفرفرة، وتبقى حلوة قوي، ميبقاش بقى معجن ومشبط كله في بعضه. لا لا، تلاقي عامل زي حباية الرز بالظبط، شايفين من فوق لتحت كده، وبشويش ونقطة بنقطة بنزل شوية بشوية كده المية. ما تنزليش المية دفعة واحدة، طول ما انتي تنزلي شوية مية وبإيدك التانية تقلبي الدقيق. انا هنا بقى هستخدم ايديا زي ما انتوا شايفين، نزلت الزبده واحط الدقيق في كفوف ايديا كده، وزي ما انتوا شايفين افضل ايه ما اتكاش بقى على العجين كده، على الدقيق افرك فيهم زي ما انتوا شايفين كده. شايفين هو بقى مكتل ازاي، حبيبات عامله زي حبيبات الرمل، حاجه كده جميله من الاخر بجد. انا هنا بقى هستخدم الكبه بتاعتي. شوف بقى انا بستخدمها ازاي، هحط شويه من الكسكسي في الكبه، وبص بقى على حركه ايديا في الزرار بتاع الكبه، شايفين لفه كده بسيطه، وكمان لفه وخلاص على كده. هنا بقى انا عندي البواخ بتاعي مصفى، وفي حله وتحتها وفيها ميه، وفوقيها مصفى زي ما انتم شايفين، ولازم نحط شاشه كده بيضه واحط فيها الكسكسي، اسيبه ربع ساعه على النار. وبعد كده زي ما انتوا شايفين بعد ما يستوي، دي اول مرحلة فيه، احطه في البولة واجيب بقى كوباية لبن، كوباية مية المتاح عندك، يعني ما فيش لبن خلاص مش هنقف على اللبن يعني. انا بصراحة بحبه باللبن وموقفتش على اللبن لان ما كانش عندي بصراحة. فانا هنا شايفين ارش رشة زي ما عملت في البداية خالص، كنت برش المية كده، ما كبش مرة واحدة، احط شوية شوية كده واقلب وارجع احط تاني من المية، وارجعه تاني في البواخ بتاعه. هنا بقى هنا تقليد بقى الشوربة، وشوية شوربة حاجة تانية خلاص لما تعملوا التقلية دي. فصين توم كده، تاخدي من نفس ايدام البطة لان البطة بتبقى دسمة، مش محتاجة ايدام تاني او سمنة تانية، وتقلي التومه ديت بمعلقه كزبره، وزي ما انت شايفه كده قلتها وطشتها على الشوربه. هنا بقى ديت عشان ادهن بيها البطه، طبعا البطه استوت عندي، ودي معلقه كاتشب او معلقه صلصه، تحط عليها مع ملح حسب التذوق وفلفل اسود، وبعدين بتدهن البطه وتدخليها الفرن تتشوى او تتحمر في الفرن. وده لون البطه معانا، وده الكسكسي وحاجه كده، ودي الشوربه اللي بتدقه، مش قادره اقول لكم، او بتطشه.